حقيقه يعني لو نتابع موضوع السيد مقتدى صدر من بدايه الازمه ولحد الان، هو رجل يؤكد على موضوع عدم جديه الحوار مع الكتل السياسيه التي وقفت بالضد من حكومه الاغلبيه التي كان يطالب بها. فبالتالي الرجل اتخذ على نفسه قرارا بعدم اي محاوره والمطالبه بالتغيير الشامل. وهذه طبعا قضيه ليست بسهله، لانه السيد مقتدى صدر ليس امام اناس جدد على الساحه السياسيه العراقيه، بل هم لهم دوله عميقه، لهم اساسات في كل مفاصل الدوله. وتشوف حضرتك يعني هؤلاء الكتل السياسيه بنوا انفسهم من خلال سرقه المال العام والمحاوله على السيطره على كل مقدرات البلد، فبالتالي اصبح لهم مريدون، اصبح لهم قواعد اساسيه في مفاصل الدوله، فمن الصعب يعني التحرك بهذا الشكل. لكن التغيير لابد منه، لانه انت ترى والجميع يرى الوضع السياسي اليوم، الوضع معقد جدا، الوضع الاقتصادي معقد جدا، الوضع الخدماتي سيء جدا، فبالتالي العمل محتاج الى يعني تغيير كبير واساسي، لانه نرى انه البنيه الاساسيه للاحزاب السياسيه بنيت على باطل وعلى فساد. يعني والتسريبات الاخيره، احنا لا ننظر الموضوع من الجنبه السياسيه، بل ننظر للموضوع من الجنبه الاخلاقيه. انه انت تقسم بالقران على سرقه هذا البلد، فكيف يمكن انه نتعامل مع هكذا فئات تتعامل بهذا الشكل مع المجتمع ومع الدوله؟